استمرارا للخطط الاستراتيجية التي يقدمها السلاح الهندسي في المجال الخدمي ضمن مشروع إعادة إعمار مدينة البصرة، شرعت الهندسة العسكرية التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي بالعمل على إعادة تأهيل قاعدة الشعاب الجوية التابعة إلى مديرية طيران الجيش في قضاء الزبير مدينة البصرة. من جانبه أشار العميد الطيار طاهر فاضل وافي رئيس أركان قاعدة الشعاب الجوية إن القاعدة تعتبر صرحا مهما في مدينة البصرة منذ إنشائها في عام 1933، حيث اليوم يعاد تأهيلها على أيدي السلاح الهندسي. العمل كما يجري حاليا في قاعدة الشعاب القديمة، قاعدة قديمة وتعتبر صرح من صروح البصرة، والقاعدة أنشئت عام 1933 وتركت في خطوط الطول والعرض الذي وضعها الأمريكان، وأثناء سقوط السنام استقروا الأمريكان والبريطاني في القاعدة، فأنشأت بنايات على المدرج الرنوي وعلى التاكسي. فبعد صدور الأمر الوزاري للقاعدة الانتقال للقاعدة الشعاب القديمة استعنا بالجهد الهندسي، وكان التعاون جدا رائع، وحقيقة جهودهم مشكورة وعمل مستمر ليلا ونهارا. عمل شفلات وقريدرات وبلدوزرات إزالة التراكمات الموجودة على المدرج من هسكوات وبنايات وأتربة حقيقة بكميات كبيرة جدا، ولكن بجهود الهندسة العسكرية وبعض مفاصل الحشد الشعبي أزالوا الكثير من العقبات أمامنا. لولاهم لأن عانت وكلفت مبالغ كثيرة، لكن هم بجهودهم الذاتية وبتعاون الأخوان ويانا أنجزوها بدون كلفة حقيقة. السلاح الهندسي للحشد الشعبي قيادة هندسية في حسم مصير المعارك البرية وهندسة مدنية في أعمار مدن العراق.